يقول يا اللي هذه العجوز ان طال عمرك في مكه ورايح تنعن ديارها يا شخبوط ومخليتن ديارها وبعيرهم ودنياهم، واللي والله انهاك الرجال اللي يبيع لبن وتناظر فيه. قالت عاد هو مر من عندها لبن لبن، قالت يلي تنادي باللبن مالنا فيه، عن اللبن ما تشفات عبلة ملاوة الظاهر مدري ملاوي مدري ايش. قالت عن عن الينوفي والهنا مدري شنو بارتم فيه الى اخر القصيدة. الله اكبر الله اكبر، صح الله ان شاء تعرفها الله.